48 ساعة قبل مواجهة الدور الرابع النهائي، المنتخب التونسي يواصل التحضيرات استعداداً لمواجهة الخيول البوركيني. الحصة التدريبية اللي صارت عشية اليوم كانت مغلق، المجموعة تدخل جديات والتركيز على أشده من أجل تحقيق الهدف المنشود. حصة شهدت غياب متوسط الميدان غيلان الشعلالي وشكوك بخصوص مدى شفائه من فيروس كورونا بعد مسحة إيجابية عشية اليوم. الكاتبة التونسية عرفت التحاق رباعي جديد منذ حصة يوم أمس. الملاعبية اللي راجعين من الكوفيد خضعوا لتحاليل إضافية على مستوى القلب لضمان عدم حصول أي مشاكل أو مضاعفات. الكل بخير وفي صحة جيدة، وعناصر جديدة تدخل حسابات التكتيكية للإطار الفني. اليوم في القائلة الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن خبر صار جديد، التحاليل تثبت تماثل محمد أمين بن حميدة للشفاء، شأنه شأن طبيب المنتخب سهيل الشمل، ومن المنتظر التحاقهم بقاروة في الساعات القادمة. حسب الكواليس القادمة من قاروة، المنتخب البوركيني تحت مجهر التونسيين. الفيزيوناج بدأ والمجموعة تدرس جميع التفاصيل، نقاط القوة والضعف، والكل يدرك ما ينتظر. راح بوركينا فاس أنا عندنا سيونس تاع فيزيوناج شحال باش نعملو، فما دي كونسيني، فما دي بوان فور دي بوان فيبل، لازم نعرف كيفاش نتمشاو معاهم. واش باش يكون مسي لما أنا ثقة كبيرة في الجروب هذا إن شاء الله باش يسلكها. ثقة كبيرة لمواصلة المشوار والسواعد التونسية، نتمنى لها الاستمرار والتألق على الأراضي الكامرونية.